في عالم الرؤيا يرى الإمام المهدي صلوات الله عليه عند باب الكعبة. الإمام يقول له: لم لا تؤلف كتابا في الغيبة؟ توجيه. يقول مولاي: إنني ألفت كتابا في الغيبة. يقول: لا، لا على ذلك النهج، وإنما صنف كتابا أذكر فيه غيبات الأنبياء. حقيقة شلون الفات الدقيق. يقولون الإمام المهدي غاب، ما فائدة الإمام في غيبته؟ موسى أيضا غاب 40 يوم عن قومه، ما فائدته في غيبته؟ الخضر أيضا غائب، المسيح أيضا غائب. فصنف الشيخ الصدوق يقول: فاستيقظت من المنام وأخذت أبكي وأتهجد إلى الصبح، وفي الصباح بدأت بكتابة هذا الكتاب. كتابه الآن موجود: كمال الدين وتمام النعمة. 1000 كتاب، 1000 عام هذا الكتاب باقي.